اوكسايد او كلورايد او كلورايد. الاوكسايد يعني كثير، كلورايد زي ما الفعال كلورايد زي كالسيوم كلوريد اللي بنستخدمه كمساعد صهر التصنيع الالومنيوم. السرايكس اهميتها ان هي داخله في كل الصناعات. طبعا هي ميتل، بس الميزه بتاعتها كلنا عارفينها ان هي بتتحمل درجات حراره عاليه، وبالتالي ده بيديها خاصيه انك تقدر تستخدمها في ابلكيشنز كتير. هل في امبيورتيز موجوده في السيراميك لابس بتبقى موجوده ازاي؟ وبستخدم الفيزا جراف بتاع السيراميك ده ازاي؟ لان طبيعي مثلا لو بعمل لايننج الفرن او بطانه الفرن هيصرف صلب اوصل لدرجه حراره 1600، يبقى يهمني على درجه 1600 البطانه دي ما يحصلهاش ايه؟ صح. وفي نفس الوقت بشوف نوع الخبث او نوع الاسلاك اللي ناتج من عمليه الصف، لازم تكون البطانه متوائمه معاها، بمعنى لو كان هذا الخبث حامضي يبقى لازم تكون البطانه حامضي يعني معظمها سيليكا. لو كان الخبث الناتج خبث قاعدي بمعنى ان هو فيه اكاسيد قاعديه كتير يبقى لازم تكون البطانه مصنعه من اكاسيد قاعديه. حد يقدر يقول لي؟ لان لو العكس، لو كان الخبث حامضي والبطانه بتاعتها قاعديه هي صب واحده من فوق والبطانه هتيجي، والعكس بالعكس، لو كان الخبث قاعدي والبطانه اسيليك البطانه حامضي الخبث القاعدي هياكل البطانه بعد صب واحده. فطبعا البطانه بتاعت الفرن اللي بنسميها لايننج بيبقى ليها عمر افتراضي، والعمر بيعتمد على نوع الخبث الناتج. اخر حاجه كلنا في ذهننا ان السيراميك دي ميل بريتل، بتتكسر زي الازاز اللي ده عباره عن سيراميك. طب الميكانيكال بروبرتيز بتاعته بتحددها ازاي؟ ما قداميش غير 3 بوينت بيندنج تيست، مش عارف درستوه ولا لا. قلبت النهارده كل حاجه لا صح؟ فالثري بوينت بيندنج تيست هنتكلم عليه النهارده، ده من المواضيع اللي احنا هنقولها. طبعا لازم اول حاجه اعرف نوع البوند اللي موجوده في السيراميكس اللي بتخليه يتحمل درجات الحراره العاليه دي ايه؟ فهي البوند اللي موجوده في السيراميك او الرابطه اللي موجوده في السيراميك لا الا رابطه ايونيه لا الا رابطه تستخدميه. طب ايه اللي بيحدد نسبه او ممكن الاثنين مع بعض؟ بمعنى ايه؟ بمعنى الرابطه نسبه منها تساهميه ونسبه منها ايونيه. ايه اللي بيحدد الموضوع ده؟ النسبه التساهميه قد ايه؟ والنسبه الايونيه قد ايه؟ هو الفرق في الالكترونيجاتيفيتي. الالكترونيجاتيفيتي ديت خاصيه لو هناخد الشابتر بتاع التآكل ان شاء الله اللي هو الكروجر هنشرح لكم بالتفصيل بتتحدد ازاي. هو هنا جايب الجدول الدوري بتاع العناصر كلها وكاتب تحت كل عنصر الالكترونيجاتيفيتي بتاعته. وهيتعرض لمثالين، مثالين الاول السيليكون مع الكربون والالكترونيجاتيفيتي قريبه من بعضيه، الكربون 2.5 والسيليكون 1.8. في الحاله دي الرابطه هتبقى رابطه تساهميه. طب افرض الفرق في الالكترونيجاتيفيتي كبير زي الكالسيوم مع الكلور، الكالسيوم 1 والكلور 4. في الحالة دي هيبقى الكالسيوم كلورايد الفرق في الالكترونيجاتيفيتي لارج من العنصرين اللي بيكونوه. في هذه الحالة ده هيبقى ايونيك بوند. لكن في حالة السيليكون كاربايد هيبقى الفرق قليل فهيبقى كوفيلنت بوند. هناخد معادلة دلوقتي، انتوا بتحبوا المعادلات، هناخد معادلة تعوض فيها الالكترونيجاتيفيتي بتاع كل عنصر، تعرف البرسنتج بتاع الايونيك كاركتر اللي موجود في هذا الكومباوند، الكومباوند اللي هو مركب، لان السيراميك زي ما انتم شايفين مكون من عنصرين او اكثر. السيليكون كاربايد طبعا سمعتوا عنه كتير، الهاردنس بتاعته عاليه، بيستخدم في ايه ده؟ حجر القطر، احجار القطر كلها في الويندو فيها سيليكون كاربايد. ايه اللي خلاها فيه هارد وريتد كده وبيقطع الحاجات كلها؟ الكوفيلنت بوند اللي خلاها فيري هارد وبريتل كوفيلنت بوند. لكن الحاجات الايونيك مش هتبقى فيري هارد زي الحاجات الكوفيلنت بوند لان رابطتها الايونيه اضعف.
طب الايام الجليد في النبات تانية، هو مهم برضه المركب اللي انتوا شايفينه اللي مكتوب بالدرجه ده، لولا هو ما كنتش هعرف اصنع الالومنيوم. حد عارف اكسيد الالومنيوم بيتصنع درجه حراره كام؟ فوق ال 2000، بلاش ناخد ارقام. طب انا ازاي الخلايا الالومنيوم بتاعت اللي نجح عمالي دي بوصل لفوق 2000؟ ما اقدرش اوصل لدرجه حراره دي جوه الخليه، درجه حراره كبيره جدا فوق 2000 2200 وشويه. فبضيف ده بيعمل ايه؟ بينزل درجه الانصهار بتاع اكسيد الالومنيوم من 2000 وشويه ل 910. اقدر اشغل الخلايا على درجه حراره 910 واخد الالومنيوم بتاعي. فشفت مدى يعني مدى اهميه السيراميكس دي قد ايه؟ وعلى فكره بيجي من بره. يعني كل اللي احنا بندرسه النهارده ده مع الاسف احجره الجلف ما زالت بتيجي الصيني، واحجره القطع ما زالت بتيجي الصيني، وكان في مجموعه من المهندسين جايين عايزين يصنعوها في مصر، لان قال لك الصيني عمل اكتر من حادثه، والحجر اثناء القطع بيطير في وش العالم، بيطير منه اجزاء بتعور العالم، فكانوا جايين عايزين يصنعوا في مصر. فبيجيبوا الالماني وبيجيبوا الروماني وبيشوفوا بيحللوا ده وبيحللوا ده عشان يبداوا يصنعوه في مصر. فالحاجات دي مهمه. ماده الشطه بالذات انا بديكم حاجات انا عارف ان هي غريبه عليكم وبعضكم مستغرب، وفي ناس بدات ما تجيش، لكن الحاجات دي مهمه. الحاجات المهمة فيها شوية كيمياء عنيفة شوية، بس حاولوا تفهموها. كتاب كاريستر شريحة بمنتهى البساطة وواضحة، مش محتاجة يعني مش محتاجة تفسير. الأوكسيد ستراكشر طبعا بيبقى فيه أكسجين، وكلمة أنيون دي يمكن جديدة عليكم، اللي هو العيون السائل. العيون السائل بيسموه أنيون، والعيون الموجب بيسموه كاتيون. يبقى أول صفر الاكسجين، لان هو بيبقى سالب عليه شحنه سالبه بسميه انيون، والسايز بتاع الاتوم بتاع الاكسجين بيبقى اكبر بكتير قوي من السايز بتاع الميتال، والميتال بيبقى عليه شحنه موجبه فبنسميه كاتيون او ايون بوزيتيف ايون. في ساعات بيبقى في الاوكسايد بيبقى عامل كلوز باك ستراكشر، عاده اف سي سي الاوكسايد معظمها بتبقى في السنتر بيكيوري. الكاتيون اللي هي المعادن او الميتال هيبقى داخل في الانترستيشال سايتس بين الاكسجين ايونز. فاكرين ايه اللي كان بيدخل في الانترستيشال سايتس؟ الكربون بين الاتومز بتاعت الحديد. ويوميها كنا بنقول ايه السبب؟ ان الاتوم عشان ما يقلش تمنع حركه الاكسجين او من الحديد، عشان كده دخل في 10. نفس الموضوع هنا، الميتال الايون بتاعه السايتس بتاع الاتوم قليل جدا مقارنه بالسايز بتاع الاتوم بتاع الاكسجين، فبيخش في اماكن حشو. دكتور معلش، يعني اساس اليونت سيل اللي هو الاكسجين؟ اساس اليونت سيل في الكورنر زي ما الاكسجين الاف سي سي سايز اللي هم 8 اركان ومنتصف كل ورقه. بس هي ماده صلبه. ماده ايه؟ يعني الماده دي ماده صلبه. اه ما هي بتبقى ماده صلبه، سبحان الله. ايوه لا الميه مش صلبه، الميه سائله. لا هو يعني اساس الاكسجين وهي صلبه ازاي؟ معاها الميتال زي اكسيد الحديد يا باشمهندس، ما حدش فيكم عدى في طريق الواحات البحريه او في اي طريق او في الارقاميه وشاف بعض المناطق الجبليه اللي لونها احمر، معناها ايه؟ فيها خام الحديد اللي هو اكسيد الحديد اف اي 3 او 4 وموجود في الحاله الصلبه. خام الحديد كله بيبقى الكور بتاع الحديد موجود في الحاله الصلبه. خام الالومنيوم اللي هي اكسيد الالومنيوم موجود في الحاله الصلبه، بس الاكسجين موجود مع الالومنيوم. فلازم السايز بتاع البوزيتيف ايون يبقى مقارب من السايز بتاع الاكسجين ايون عشان يبقى الاكسايد بتاعي دوت ستيبل. يبقى عشان تبقى ستيبل ستراكشر لازم تكون السايز كومبارابل. كومبارابل يعني ايه؟ ما يكونش الفرق في السايز كبير بين الكاتيون وبين الايون، او بين الايون الموجب وبين الايون الثاني. بشرط، لازم في شرط يتحقق في كل السيراميكس. لازم كل السيراميكس يا شباب يبقى الشحن عليها صفر. الشحن عليها صفر الجماعه بتوع الكيمياء بيسموها نيوترال. اوكي؟ نيوترال بالعربي يعني متعادل. لازم الشحنه تكون متعادله، لان انا الاستخدامات كلها انا محتاج ان ما يبقاش عليها اي تشارج. يبقى النيت تشارج في السيراميك شوت بي زيرو.
والكلام ده بيحصل له ريفليكشن او بينعكس على الكيميكال فورمولا اللي كنا زمان بنعرف ازاي نجيبها. فهتيجي مثلا الكيميكال فورمولا، هناخد مثال بتاع الكالسيوم كلورايد، اللي الاسماء بتاعت المركبات دي بتبقى صعبه عليه، ممكن مجرد يتعالج بس الكيميكال فورمولا بتاعها اللي هي بتبتدي ب سي اي اف 2، مش لازم تحفظ كلمه الكالسيوم كلورايد. الكالسيوم عليه بوزيتيف 2 يبقى محتاج كام ايون عشان يحصل ايه؟ نيوترون الشوك. ففي الحاله دي هتبقى سي اي اف 2 والتوتال شارج او النت شارج اللي موجوده في هذه، واللي مش فاهمه الناس اللي بتتكلم قول انا عندي سي اي اللي هو الكالسيوم بيحتاج 2 الكترونات في المدار الخارجي بتاعته عشان يبقى متعادل. فلما خدت منه الاثنين الالكترون دول اصبح هو عليه شحنه بوزيتيف 2. اوكي؟ لان المدار الاخير ناقصه 2 الكترون عشان يبقى ستيبل او يبقى نيوتر. طيب الاف 2 عنده العكس، كل اتوم عندها في المدار الاخير الكترون زياده. عشان يحصل كومباكت المركب ده يتكون طبعا الالكترونات الزياده دي هتنجذب بالشحنه السالبه عليها للبوزيتيف 2. فالبوزيتيف 2 عشان يحقق التعادل محتاج 2 فرون ايون. فهياخد 2 من الفرون يتحد مع الكاتيون او الانيون الموجب اللي هو الكالسيوم بحيث يبقى الشحنه على السيراميك بتاعي زيرو اللي هو سي اي اف 2. لا بس بعد ما اتحدوا مع بعض اصبح كومباوند ما بقاش ايون. في الاول كان كل واحد فيهم فيه بوزيتيف ايون وفي نيجاتيف ايون، اتحدوا مع بعض بقوا كومباوند نيوترال اللي هو اسمه سيراميك. الناس اللي بتتكلم بقى فوق شويه عشان الكريستال ستراكشر اللي انتوا خدتوها يتغير هنا شويه، في كريستال ستراكشر جديده هتحصل هتشوفوها. دكتور نعم، لو عن ستيبل ايه؟ لو عن ستيبل لو عن ستيبل عليه شحنه مش هقدر استخدمه في الاستخدامات اللي انا بستخدمها. هو ممكن يبقى عليه ستيبل اللي هو الصوره اللي لا السيراميكس الشرط بتاعها كلها السيراميكس ان هي تكون الصورة اللي كانت قبل كده في المستشفى كانت عن ايه؟ أنا ما بتكلمش عن الصورة بس عشان أنا بعد. أيوه الصورة اللي فوق دي مثلا عشان ده كده ايه المشكلة؟ هو ده كان الفكرة اللي فوق على الشمال ده. أه حضرتك على الرسمة ده هو واخد وجه واحد يا باشمهندس من الكريستال ستراكشر وعلى طول. ده كده قصدي كده بيه كل يونت سيل فاهمين فاكرين يعني يونت سيل؟ كل يونت سيل هتكون مكعبه. كل يونت سيل في السيراميك لما تيجي تحصل البوزيتيف والايون هتلاقيها مكعبه. هناخد امثله دلوقتي بس ركزوا معايا عشان تعرف الكريستال سيستم. نعم نسبة كده ونسبة كده وهناخد معدل الوقت نحدد فيها قد ايه ايونيك وقد ايه كوفالنت. الناس اللي بتتكلم احنا عندنا كريستال سيستم مختلف شوية عن اللي احنا درسناه، احنا درسنا في سنة أولى كيوبيك ودرسنا هيكسجون، ما حطوش حاجة قبل كده صح؟ لا في كريستال سيستم تاني في الزد ان اس وهو موجود في الطبيعة ده بيسموه زنج بليت، هو خام للزنك موجود في الطبيعه حجر كان هذا التركيب وسبحان الله هو الكريستال ستراكشر بتاعه تدراجولا. وانتوا عرفتوا في محاضره سابقه تدراجولا قلتوا عليه متوازي مستطيلات. هو زي ما انت شايفه هو متوازي مستطيلات. الزد ان اللي بيحدد الكريستال ستراكشر حاجه اسمها الار كاتيون على الار انيون او بيسموه الكوردينيشن نمبر. الكوردينيشن الار كاتيون على الار انيون انا بحسبه وبشوف انا واقع في انهي رينج من الرينجات دي وبناء عليه بعرف احدد الكريستال ستراكشر. يبقى انا لو عندي اي سيراميك اعرف احسب الار كاتيون اللي هو الار الريديوس بتاع الايون الموجب على الريديوس بتاع الايون الثاني. طبعا هيطلع الاول فراكشن اقل من الواحد لان الانيون دايما بيبقى الريديوس بتاعه اقل من الار بتاعة الايون الثالث اللي هو عادة بيبقى اكسجين
او فلور او فلور بيبقى الرادياس بتاعه كبير. الرادياس اللي موجود في البسط ده بتاع الميتال بيبقى قليل، فده بيديك فراكشن. بتشوف الفراكشن بتاعك واقع في انهي رينج من دول وبتحدد الكريستال ستراكشر بتاعك. نيجي الحاجه هنا تاني عمود في الجدول اسمه كوردينيشن نمبر. الكوردينيشن نمبر هو النمبر اوف اتومز اللي فيري نير للكاتيون بتاعي. بشوف الايون الموجب واقع فين واشوف عدد الاتومز القريبه ليه. تعالوا ناخد المثال ده اللي هو 6. ادي الايون الموجب اهو اللي هو الصوديوم اللي لونه ازرق، انا واقف عليه بالماوس. حواليك اقرب اتومز ليه في اتجاه الاكس في 2 واللي بيتكلم، في اتجاه الواي في 2، في اتجاه الزد او لو هناخد البلان اكس ده اكس وده واي، يبقى ادي عندك 2 في اتجاه الاكس و2 في اتجاه الواي وفي 2 في اتجاه الزد. فبالتالي عندك 6 كوردينيشن نمبر، ده بيسموه الايكتا هيدرون. اقرب حاجه فاكرين الكريستال ستراكشر ده يمثل ايه؟ بس هنا في اختلاف في الاضلاع. ده يمثل ايه؟ حد فاكر؟ اف سي سي. اهمل اللزق، اهمل الاتومز اللزقه هتلاقيه يمثل الاف سي سي، ولكنه ليس اف سي سي. ليه؟ لانه متوازي المستطيلات، الثلاث اضلاع مش متساويه، الثلاث زوايا 90 لكن الثلاث اضلاع مش زي بعض، اي لا يساوي بي لا يساوي سي. توزيع الاتومز ده بيسموه هو خاص بالان اي سي ال. سبحان الله ملح الطعام موجود كده. ملح الطعام بدون تدخل بشري، الملاحات اللي موجوده في اسكندريه نسبه الملح فيها عاليه، بيسيبوا الميه لما تتبخر وياخد الملح. الملح هو ده الكريستال ستراكشر بتاعه. بيسموه ان اي سي ال تايب. يبقى ده بيسمى ان اي سي ال تايب نسبه الى الملح الطعام. الزد ان اس نفس الحكايه، بيسموه زد ان اس تايب نسبه الى مكان الزنك اللي بيسموه الزنك بلاند. في طبعا الترينجلر وفي كيوبيك. الكيوبيك هو كيوب. ده اللي يمثله في اللي احنا درسناه من الكيوبيك بودي سنتر. ولكن البودي سنتر هنا ما فيهوش نفس الاتوم، خلي بالك انت دايما بتتعامل هنا مع نوعين من الاتومز في السيراميك. اللي موجود السيزيوم والكلور هو اللي موجود في الاركان. السيزيوم هو اللي موجود في السنتر ولونه ازرق، سيزيوم كلورايد. الاسماء كانت قد تكون غريبه عليكم لكن مش مطلوب حفظها. التيبل ده هيبقى اول بوك في الامتحان، هيبقى على صوره داتا شيت عشان تقدر تستخدمه. لان كل الكريستال ستراكشر بتاع السيراميكس هيبقى منسوب للانواع دي. هتحسب زي ما بقول تاني مراجعه اهو، ار كاتيون على الار انيون، يعني الراديوس بتاع الايون الموجب على الراديوس بتاع الايون السالب. هتشوف انت واقع في انهي رينج من دول، بناء عليها تحدد الكريستال ستراكشر بتاعك. لو فيها اسئله مهمه نرجع لها تاني صح؟ بسهوله اللي هو عدد الاتومز اللي قريبه ليها. اول شكل ليزر
لينير مش محتاج تختار في حاجه، بس انت اهم حاجه تطلع الار كاتيون على الار انيون اقل من 0.155. ده مثال اوكتاهيدرال سايت. اوكتاهيدرال سايت يعني هو الكوردينيشن نمبر بتاعك 6، الكوردينيشن نمبر بيختصره ب سي ان. عايز يحسب الكوردينيشن نمبر اللي هو ب 6، عندنا الضلع ده هيساوي 2 ار بتاع الايون الثابت زائد 2 ار من الايون الموجب حد معترض؟ المكعب ده طول ضلعه ايه؟ يبقى الدايمر بتاعه ايه؟ جذر 2، جذر 2 ايه؟ معنى كده ان 2 ار ايون بوزيتيف ايون زائد 2 ار نيجاتيف ايون هيدوا جذر 2 ايه؟ مش فاهم غير كده. يقول في نفس الوقت ال 2 الاي بتساوي 2 ار من الانيون. لو خدت الضلع دوت اللي هو طول ضلع المربع، الاي بتساوي 2 ار من الانيون. كل اللي انا هعمله هشيل الاي من المعادله الاولانيه واحط مكانها 2 ار واعوض 2 ار انيون. طبعا هيطلع ان الار انيون زائد الار كاتيون المينيمم هيساوي جذر 2 ناقص 1 ار انيون. احسب الكلام ده، هتطلع ان الار كاتيون على الار انيون للاوستاهيدرا المينيمم بتاعها 0.414. الرقم ده بيفكرك بحاجه؟ ايوه اف سي سي. اللي هو المينيمم كريتيكال ار كاتيون على ار انيون. معنى ايه؟ معناه ان هو ممكن يزيد عنه لكن ما يقلش عنه. ما يقلش عنه ليه؟ لان انا لما جيت ادرس الموضوع ده اعتبرت ان هم ايه؟ ان كونتاكت. الكاتيون والانيون اعتبرتهم ان كونتاكت، فبالتالي من الرسمه ديت ده بيديني المينيمم، لان انا اعتبرت ان البوزيتيف ايون اللي هو باللون الاحمر بيلامس الاربعه التانيين اللي هم دي اللون اللبن. فبالتالي ده المينيمم ار كريتيكال للكوردينيشن نمبر 6، ده المينيمم بتاعه. ايه الدنيا صعبه؟ دكتور الست اللي هي ايه؟ الست اللي هي قول تاني. الستة. الستة اللي هي الكوردينيشن نمبر اللي هو اقرب اربعة ايون ثابت للايون اللي موجوده في السنتر اللي هو الكريستال ستراكشر ده يا باشمهندس. اللي هو ده. عندهم تاني. انا واقف هنا في النص يا باشمهندس عند اللبن اللي هي الصوديوم. لان ده ان اي سي ال 5 اللي هو كلوريد الصوديوم. حواليه كام في اتجاه الاكس؟ ادي 2. حواليه في اتجاه الواي 2. حواليه في اتجاه الزد 2. مع اختلاف المسافات. اللي هو برضه بيساوي الار كاتيون على الار انيون. ايوه الار كاتيون على الار انيون. لا الار كاتيون على الار انيون مش هي الكوردينيشن نمبر. الار كاتيون على الار انيون اللي هي دي العمود الاول. الكوردينيشن نمبر موجود في العمود الثاني. دكتور ده احنا بنسرع مع اللي هو شكل الشكل بتاعه يعني وبيتكرر ازاي؟ هو الشكل بتاعه هو اللي مرسوم قدامك ده، بس هو رسم الهرم اللي هو الهرم الثلاثي ده رسمه عشان يوريك الكوردينيشن نمبر جابه ازاي. لكن ما بيمثلش يعني كلمه فطره واوكتا وتراي دي ليها علاقه بالكوردينيشن نمبر. مع ان كلمه اوكتا كمان على سبيل المثال تمام كوردينيشن نمبر 6 المفروض كان يسميه هيكس، لكن هو سميه اوبتا. العلاقه دي جابها منين؟ بتساوي جذر 2 ايه جذر مين؟ شايف الضلع ده؟ الضلع ده طوله جذر 2 ايه؟ يعني ده مربع وده الكبر بتاع المربع. طيب الكبر بتاع المربع ده يشمل حاجتين، يشمل ار ايون ادي واحده وادي ار ايون الثانيه تحت يبقى دي 2 ار ايون ماشي؟ ويشمل ان 2 ار كاتيون اللي هو يمثل الدايمتر بتاع البوزيتيف ايون. فهمتها كده؟ زي الكريستالوجراف اللي خدتوها في ثانوية.
البولد هايبريدايزيشن كلمه هايبريد يعني ايه؟ زي العربيه الهايبريد اللي بتشتغل بكهرباء وبنزين. لو الكهرباء البطاريات قليل يعني كان نوعين من الطاقه، طاقه ميكانيكيه وطاقه كهربائيه. هنا في نوعين من البولد فبنسميها برضه هايبريد، النوع الاول ايونيك والنوع الثاني كوفيلنت. طب انا اعرف ده نسبته قد ايه وده نسبته قد ايه؟ انا عندي الالكترون نيجاتيفيتي بتاع السيليكون كذا وبتاع الكربون كذا، اقدر احسب برسنتج اوف ايونيك كاركتر بالمعادله دي، هتطلع 11.5%. معنى كده ان 88.5% هيتصرف كوفيلنت بولد و11.5% من الايون هيتصرف كايونيك بولد. ديت معنى كلمة هايبرايد للبولد هايبرايزيشن في السيليكون كاربايد. التفاصيل بتاعتها زيادة اللي هي توزيع الالكترونات في الممرات حوالين، فاكرين الاس بي والكلام ده؟ اخر عهدكم دي ايه؟ ثانوية عامة؟ لما كنتوا بترسموا الاتوم عبارة عن نواة وحواليها ممرات والممرات فيها توزيع الالكترونات. تاني اعدادي تيجي تو تاني ثانوي تالت اعدادي ماشي حاسس الجو. سؤال اهو بسألك عشان الناس اللي بتتكلم وتقول مش فاهمين بطبق عملي، ثاني اكسيد الحديد الاولاني اللي هو ايرون اوكسايد بالانجليزي او الكيميكال فورمولا بتاعته اف اي او، عايز احسب كريستال ستراكشر بتاعه هيبقى ايه؟ الكريستال ستراكشر هو اللي بيحدد كل الخواص بعد كده، خواص ميكانيكيه وخواص حراريه ومنها الميلتنج بوينت. ادي الاف اي وادي الاكسجين. الاف اي سماه كاتيون لانه عليه بوزيتيف تشارج، والاكسجين سماه انيون لانه عليه نيجاتيف تشارج. الايونيك ريدياس اللي محسوب قدامك ده بالنانومتر. طبعا الكلام ده بيتحسب بالاكس راي ريفراكشن حسب الار كاتيون على الار انيون. طلع ان هو 0.55. يرجع الكيبل اللي انا قلت عليها يبقى جيبل مش اصلا خازوق. الكيبل 0.55 هتلاقي نفسك واقع في الرينج بتاع الكوردينيشن نمبر 6 اللي هو الليمتس بتاعته اللور ليمت 0.4 والابر ليمت. الناس اللي بتتكلم الابر ليمت 0.73. طالما انا واقع في الرينج ده يبقى الكريستال استراكشر بتاع الايرون اوكسايد هيبقى عباره عن ان اي سي ال تايب. وبتتكتب كده يبقى الكريستال ستراكشر بتاع ال اف اي او هيبقى ان اي سي ال تايب. يا حد مش فاهم؟ دكتور وانا ليه كتبت ان اي سي ال اسم ال اف اي او؟ ما انا قلت في البدايه ان الكيبل اللي احنا خدناه ان اي سي ال تايب انا هربط بيه كل اللي هيطلع ان اي سي ال، والزد ان اس اللي هو زنك بلين هرمز ليه كل اللي هيطلع زد ان اس. واخر حاجه كان واحد حد فاكرها سيزيوم كلورايد، كل اللي هيطلع سيزيوم كلورايد هنسيبه للسيزيوم كلورايد. الكلام ده مش حلو، قلنا الكيبل هيبقى جبل. روك سولت ستراكشر اللي هو الملح الصخري اللي هو ال ان اس ال ده الاسم العلمي بتاعه بيسموه روك سولت اللي هو الملح الصخري. ادي الصوديوم وادي توزيع ال ان اي. في الحاله دي ده هو بيراجع لنا عليه تاني الار بتاع ال ان اي والار بتاع السي ال وادي النسبه بتاعته طالعه كام. الكاتيون اللي هو البوزيتيف ايون بيبقى في الاوكتا هيدرون سايتس، الاوكتا هيدرون سايتس اللي هي باللون الاحمر. الاركان اللي هي كيوبيك سايتس، الكيوبيك سايت اللي واخدها كلور كانه بالظبط اف سي سي. الام جي او اللي هو اكسيد المغنيسيوم واكسيد الحديد نفس ال ان اي سي ال ستراكشر بس الاراض بتختلف. اوكي؟ بس التوزيع هي ايه؟ حد يقدر يقول الاراض بتختلف ليه؟ لان العناصر اختلفت حديد واكسجين، فالنسبه من الار مختلفه عشان كده دايما بيديها لك رينج. الـ AX كريستال ستراكشر زي السيزيوم كلورايد. السيزيوم كلورايد طبعا لما بتحسب الـ RCS على الـ RCL
بتلاقي نفسك طلع في الرقم 139 انت واقع في الرينج بتاع الايه؟ السيزيوم كلورايد اللي هو كان اسمه ايه؟ اللي ليه الكوردينيشن نمبر 8 اسمه ايه؟ كان اسمه كيوبيك كان بيسميه كيوبيك الكوردينيشن نمبر اللي مش فاهمها تاني بالنسبه للسيزيوم هنا عددها كام؟ 8 وبايلر ان الثمانية على مسافات متساوية. ازاي انا اوقع في سنتر كانها بودي سنتر؟ هو نط كام سلايد كده؟ طيب الحاجات دي بقى من الحاجات المهمة اللي بتشغل ناس كتير. الفلورايد ستراكشر ده داخل كريستال ستراكشر اللي هو الكالسيوم فلورايد. الكالسيوم فلورايد ده ادي الكريستال ستراكشر بتاعه. الحاجات اللي ليها نفس الكريستال ستراكشر بتاع الكالسيوم فلورايد اكسيد اليورانيوم اللي هو اليورانيوم اوكسايد اللي هي عمليات التركيز بتاعته هي عباره عن عمليات استخلاص بحيث ان انا اشيل منه الاكسجين واجيب اليورانيوم البيور. لو حصلت على اليورانيوم البيور يبقى انا قادر على ان انا ما يسمى بالتخصيب. السيلو اوكسايد برضه من الحاجات النوويه المواد النوويه المجموعه دي كلها من المواد النوويه ومحصول دخولها مصر. حتى في صوره اكاسيب لو طلبتها من اي شركه اجنبيه هيقول لك اعرف الاند يوزر، هتقول له الاند يوزر موجود فين؟ هتقول له في ايجيبت، هيقول لك اوريجن. اوكي؟ مش هتعرف تجيبها حتى لو عايز تشتغل عليها كبحث علمي او تعمل لها مجرد باور انتلجي ان انت تستخدمها. ما بيرضوش يدوا الاربع اكاسيب دول للدول العالم ويطلق عليها دول العالم التاني. اوكي؟ طيب لو الاماكن اتغيرت الايون الموجب خد مكان الايون السالب والعكس. بدل ما بيبقى اسمه فلورايد ستراكشر بيبقى اسمه انتي فلورايد ستراكشر. انتي فلورايد ستراكشر مجرد ان البوزيشنز اتعكست بين الكاتيون وبين الايون. البوزيشن بتاعت الايون الموجب والايون السالب حصل تبادل منها، عمل تبادل للمواد. الايون الموجب خد اماكن الايون السالب والعكس. كريستال ستراكشر دوت اسمه بيروفسكايت زي اسماء الادويه مش زي كنترول قول. لو الكريستال ستراكشر اتعكس ممكن مع شحنه كهربائيه عاليه، ممكن مع ميكانيكال ستريس عالي. البيروفسكايت عبارة عن كريستال ستراكشر برضه دي من ضمن المواد اللي هي استخدامات نووية اللي هي اسمها الفاريوم تايتانيت. احنا كل اللي خدناه قبل كده كان عبارة عن ايه؟ مركب مكون من عنصرين. أول مرة أشوف سيراميك مكون من ثلاث عناصر. ده فيه باريوم وفيه تايتانيوم وفيه أكسجين. بيسموه باريوم تايتانيت. بتتحمل درجات حرارة عالية وليها استخدامات نووية كتيرة. لان الاستخدامات النوويه لما بتحتاج ماتيريال بتتحمل درجات حراره عاليه. فالبايو تايتينيت عباره عن كومبلكس اوكسايد بس لازم تكون الشحنه متعادله واللي مش مصدق يعد ويشوف الشحنه متعادله في اليونت سيل ولا لا. انا كنت مأجل السؤال ده كان كبير سأله من شويه. اليونت سيل اللي قدامك من الباريوم فيها كم واحده؟ تمام لو انت بتجاوب. اليونت سيل دي تختص كام تحديدا من الثمانيه؟ اخر كلام ربع ولا دون؟ دون. في حد شغال هارد تايم هنا عبد الله عبد ايه؟ خلاص بلاش انتوا مالكم بتعملوا فورمات للماده اللي امتحنتوا فيها صح؟ في برنامج بيراجع الداتا اللي حطيتها فورمات. ايوه ممكن تدخلوا على الفرق وتضبط البط كله هيبقى سهل. دي موجوده في الروبن صح؟ مشتركه من كام يوم يونت سيل؟ الفاليو اللي انا واقف عليها في الماوس دي مشتركه من كام يونت سيل؟ اربعه ولا ثمانيه؟ في اربعه في البلاد اللي تحت وفي اربعه في ايه؟ فالثمانيه اللي في الاركان بيتربوا في طن فهي واحده. طيب اللي موجوده في السنتر دي حد مختلف عليها ان هي واحده؟ طيب يبقى واحدة عليها بوزيتيف 4 والباريوم ديت احنا خدنا منها كام؟ بوزيتيف 2 يبقى المفروض المجموع كام؟ بلس 6 يبقى المفروض الاو 2 يطلع عندي
لازم يطلع تعالى. المسألة اللي كانت بتضايقكم دايما كانت بتجيلكم في سنة أولى وفي كل سنة بتيجي كسبت النحاس بس كنتوا بتحسبوها برضه. كسبت النحاس بس تحس الإجابة يا باشمهندس اللي بيتكلم. عايزين نتعلم ازاي نحسب الكثافة النظرية بتاعة السيراميكس. حتى يقول لي الكثافة مهمة بإيه؟ مهمة بحاجات كتير. كل الأبلكيشنز اللي أنت هتستخدمها أهم حاجة معروفة في الديزاين اسمها السترينث تو ويت ريشيو. السترينث تو ويت ريشيو كلكم عارفين والخاصية دي هي اللي بتدي الألومنيوم ألويز ميزة اللي هي بتستخدم في إيه؟ في الإير سبيس. فالسترينث تو ويت ريشيو مهم معناها إن الدنست مهمة. طب الدنست بتتحسب ازاي في السيراميكس؟ أول حاجة الإن داش. الإن داش مكتوب بالأخضر مش باين أهو نمبر وفورمولا يونتس لكل يونت سيل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي مثلا السيليكا اس أي أو 2 هشوف الاس أي أو 2 في يونت سيل متكرر كام مرة؟ حد فاهم حاجة؟ عندي السيليكا اللي هي الرملة اس أي أو 2 إحنا بنصدرها للعالم كله على فكرة. الطن ب 60 دولار كل العالم بيشتري مننا. بنعبي في شكاير وبنبيع وإحنا فرحانين. بس بنرجع نجيبها منهم تاني بقى منتجات تانية. ازاز بايركس بايركس هم انواع ازاز بنجيب كل الكلام ده من بره بس احنا ما بنعملوش. احنا بنديهم الرمله وهم يصنعوا ويبعتوا تاني. مش عارف احنا عاملين زي ايه مش لاقيينها مثلا بس ايه؟ لا بلاش الفاظ خارجه. النمبر والفورمولا يونت سيل هشوف مثال هخلي معاكم مساله دلوقتي وهجمع فوق النمبر اوف اتومز اللي بتاعت الكاتشر اللي هو البوزيتيف ايون والنمبر بتاع الاتومز اللي هو موجود بالنسبه للنيجاتيف ايون اللي احنا عملناه من شويه اللي هو معايا كام اتوم من ده وكام اتوم من ده كل يونت سيل وبقسم على عدد ابو جدرو. ابو جدرو ده الراجل ده ربنا معانا في كل حته الراجل ده ابو جدرو لان ده العدد بتاع الاتومز اللي موجود في واحد مول وبقسم على الفوليوم بتاع اليونت سيل والفوليوم بتاع اليونت سيل لازم اكون عارف الار عشان اقدر اجيب الفوليوم بتاع اليونت سيل. طبعا ده بيديني الكثافه النظريه. عايزين نشوف مثال. الناس اللي بتتكلم ممكن تحل المثال ولا هي صعوبه في حله؟ انتوا بتتكلموا بتقولوا ايه؟ مفيش حاجه رافعه معاكم خالص الرفعه الاولى من كتانيا ميكانيكا. امال بقيه الاقسام بتوع الفكه ليه يا جماعه؟ انتوا عندكم اكسسيف انرجي زي اكسس اير كده؟ كيميا بتقعد ساكته، اتصالات بيقعدوا ساكتين، الكهرباء جوه ساكتين، انتوا مفيش فايده. انتوا تفوقتوا على مدني. مدني كان زمان بيقول ان هم اصعب ناس، انتوا اصعب من مدني. حتى الدفعات في بعض المحاضرات لما تكون المادة غريبة عليه أو حاسس إن هي غريبة عليه فهو بيتجه للكلام عشان يحسس نفسه إن هو صور. وهو عايز يحسب هنا مثال على قانون المخزنات. عايز يحسب الكثافة النظرية بتاع كلوريد الصوديوم. اليونتس النمبر أوف إن إيه سي إل يونتس باليونت سيل هو أربعة. طبعا المفروض أنت تحسبه. يعني الـ NA فيها 4 ايون والكلور فيه 4. الكلام ده بتجيبه ازاي؟ من الرسمة بتاعت اليونت سيل بتاعت الـ NaCl. لازم ترجع لها عشان تشوف ان دول 4 ودول 4 يبقى الـ NaCl بيتكرر 4 مرات. بالنسبة للاتوميك ويت بتاع الكاتيون اللي هو الاتوميك ويت بتاع الصوديوم اديهولك جبن والاتوميك ويت بتاع الكلور جبن. الفوليوم هيساوي الـ AQ. الايه اليونت سيل هتجيبها ازاي؟ لازم ترسم رسمه وجه من الاول عشان تعرف تجيب كم في الايه. يعني انت عندك المرات لكن ما عندكش الايه. طيب يبقى لازم دكتور انا عارفين ان اليونت سيل كيو عشان هنا ان اس ال. طيب لازم تكون حافظها لازم تكون حافظها لان في الجدول اللي انا قلت ان هو هيجيبها الجدول اللي فيه كريستال ستراكشر هيتجيب بحيث ان محدش يحفظ حاجه. الـ A هي هتساوي 2 R N A زائد 2 R C L اللي مش فاهم يقول. الـ R N A والـ R C L هيبقوا جبن. نعم. والـ A C والـ A والـ
الاتوميك ويت، الاتوميك ويت بتاع البروت والاتوميك ويت بتاع الصوديوم جيفن برضه. معظم المسألة الحاجات دي جيفن، انت كل اللي هتعمله هتقسم الفوليوم ونمبر اوف يونت سيل عشان تعوض قد القانون. انت حسبت الام من الشكل والفوليوم بتاع الكيو بيساوي الاي كيو، بس ما كانش عندك صراحة فهو بيساوي 2 ار ان اي زائد 2 ار سي ال. الناس اللي بتتكلم هكررها لكم تاني، يمكن لما نشوفه يسكتوا. فقالي الاتوميك ويت بتاع ال ان اي والاتوميك ويت بتاع الكلور، الار الاي كيوب الفوليوم الاي كيوب ده كله طبعا هو حاسبه هنا بالنانو متر، وادي عدد افوكادرو طبعا لان الاراضي اللي بنانو عشان تحولها لسنتي تضربها في 10 سلايس كام؟ 7 تطلع 2.14 جرام على السنتي متر المكعب. دي الكثافه بتاع الملح الطعام. نعم في نوعين من المسامات، مسامات بوصل للسطح. عارفين يعني ايه كلمة مسامات بالعربي ولا كلمة انجليزي؟ عارفين الفرق بين البوروزيتي، خدتوا كاستم صح؟ ايه الفرق بين البوروزيتي وبوز؟ سالي العربي؟ ايه الفرق بين البوروزيتي وبوز؟ السالي كاستم. بوز معناها ان هي واصلة للسطح. بوروزيتي معناها ان هي بورز او فراغات او فويدز موجوده داخل السد نفسه. طب انت عندك هنا عايز تحسب الكثافه الحقيقيه بتاعت السيراميك تعمل ايه؟ فكروا فيها كده للناس اللي داخل على النت تعرف تجيب لنا تيجي السد؟ ما الكليه بتدي نت ببلاش، احنا مش عارفين نشغل النت من كتر ما انتوا بتدخلوا، وخصوصا في الربع ساعه اللي انتوا بتخرجوا فيها وبتشفطوا النت. عندكم كومبريسور 18 بيسقط كله. احسب الكثافه الحقيقيه ازاي؟ الميه اللي وقعت والميه اللي لسه موجوده تحت. بس هو جاب، هو جاب نص الحقيقه. انت هتحطها في الميه تعمل لها غمر كويس؟ وبعدين هتاخدها توزنها. هتوزنها والحجم بتاعها الخارجي انت عارفه. وزنها وهو دراي ووزنها وهو وهي ويت وهي مبلوله بالميه، الفرق في الوزن ده وزن الميه اللي تخللتها اللي هي شربتها، وكثافه الميه بكام؟ 1. يعني تعرف تحسب الكثافه الحقيقيه بتاعت السيراميك. علم السيراميك علم جامد، المصريين مش عارفين يحترفوه، حتى معظم الشركات الكبيره اللي شغاله في المصريين على سبيل المثال ما بيعرفش يظبط الخلطه بتاعت البورسلين بحيث يديك نفس التون. ما حدش فيكم وقع في المشكله دي؟ لما تروح تشتري بورسلين او سيراميك لو ما خدتش نفس التون، يعني خدت بزياده وحصل ان انت احتجت كرتونتين او ثلاثه او اربعه متر زياده عايز تكمله، ورجعت لنفس الشركه اللي انت جايب منها وبتختار نفس الشكل اللي هو موجود في الكتالوج تلاقي البلاطه مختلفه. حد عارف ليه؟ ما بيعرفوش يظبطوا التركيبه ولا درجه الحريق. ومصانع كبيره وشركات كبيره، بس يقول لك مستحيل اجيب لك نفس الدرجه. دي اقرب حاجه ليها مشي نفسك بيها. عودوا عليها شويه كركديه هتجيب اللون اللي انت عايزه. فالجهل وحش. حاولوا تتعلموا واستفيدوا. اللي بيدرسوا التخصص ده في عمق قوي كليه علوم. كليه علوم لما الدكتور هاجر ما بقاش بيبصص. زي ما قلنا السيليكا عمق، سيليكا موجوده في العالم، موجوده في مصر، موجوده في سينا. عشان كده السيليكا بولي مورفيك. بولي مورفيك يعني ايه؟ الناس اللي بتتكلم يعني ايه اكثر من كريستال ستراكشر؟ ده واحد منهم اسمه كريستال لايت. انا عارف ان الاسماء صعبه بس الحاجات دي بتجيب فلوس للي عايز يحترفها بعد كده.
السيليكا ليها اكتر من كريستال استراكشر، في واحد منهم اسمه كوارتز، في كريستالولايت، وفي دراي ديمايت. دول الثلاث انواع على حسب الكريستال استراكشر اللي موجود من السيليكا. السيليكا الرابطه بتاعتها السيليكا مع الاكسجين، الرابطه دي رابطه معظمها تساهميه، معظمها كوفيلنت بوند، رابطه جامده جدا بتدي هاي ميلتنج بوينت اللي هي 1710 للماتيريال دي، وهي البيزك ماتيريال لتصنيع معظم السيراميكس. نقول تاني، السيليكا هي البيز ماتيريال، كلمه بيز ماتيريال يعني بيبقى تركيبها تركيزها اكتر من 50% في اي حاجه. هي البيز ماتيريال لتصنيع جميع السيراميك، والميلتنج بوينت بتاعتها 1710. السبب الكوفيلنت بوند القويه اللي بين السيليكون والاكسجين. السيليكيت بتبقى فيها المجموعه دي اللي هي اس ار او 4 عليها شحنه نيجاتيف 4، وبيبقى عليها متحده مع معادن اخرى. المغنيسيوم سيليكيت ده من الاحجار اللي بتستخدم في البناء وليه سترينس عالي، والاملاح ما بتاكلوش. اللي مبني منه القلعه، قلعه صلاح الدين، اللي مبني منه معظم المساجد والمباني الاثريه والكنائس في مصر، هتلاقيه عباره عن مغنيسيوم سيليكيت او كالسيوم مغنيسيوم سيليكيت. هذا الحجر ولا الرطوبه بتعرف تاكله ولا الاملاح بتعرف تاكله، فبيعيش فترات طويله. موجود في الطبيعه، موجود في طرق، موجود ما اعرفش ما زال الاحتياط اللي موجود منه موجود. موجود هذا هذه السيليكيتس، والسيليكيتس كمان داخله في صناعه الاسمنت، عشان كده كل العالم بيجي يصنع اسمنت عندنا. حد عارف ليه؟ سبب من ضمن الاسباب وفرة الغابات. السبب الثاني لانها صناعه ملوثه للبيئه. اضحكوا شويه عادي، بس الشرط ايه؟ لازم التشارج تبقى نيوترال. لو حسبت التشارج على اي واحد من دول هتلاقي التشارج بتاعتك نيوترال. لان لو التشارج مش نيوترال كان في واحد من الزملاء سال ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ليه شراهه ان هو يلتحق مع حاجه ثانيه. ممكن يلتحق مع مجموعه الهيدروكسيد اللي هي الاو اتش، ويحصل ايه؟ الحجم بتاعه يتنفخ. ليه؟ لما هيمتص الطوب، الخشب في الشتاء لما بيمتص الطوب بيحصل له ايه؟ نفس الحكايه، لو السيراميكس دي بتتحد او ليها شراهه ان هي تتحد مع اي حاجه ثانيه نتيجه ان الشحنه بتاعتها مش متعادله، فبالتالي في مركبات جديده هتنشا، هتبقى ار ستيبل من الناحيه الكيميائيه، وانا عايزها كيميكالي تبقى ستيبل. تركيب الازاز، الازاز بيبقى عباره عن سيليكا، في منها انواع طبعا السيليكا بتبقى نقيه. عشان اعرف اصنع الازاز بحط عليه بعض الصوره اللي هو اكسيد الصوديوم. اكسيد الصوديوم اللي هو اللون الاخضر ده بيبقى NaO، وبياخد هذا الشكل. ده الكوارتز السيليكا كريستالين اللي على الشمال، اللي على اليمين بعض اضافه اكسيد الصوديوم بيتكون ما يعرف بالصودا جلاس. صناعه الازاز موجوده في مصر، بدات تتطور، في ناس كتير بدات تعمل مصانع بدل ما كنا كل حاجة بتستورد. القطاع الخاص داخل في المجال ده من زمان. أول واحد اقتحم صناعة الإزاز في مصر الله يرحمه كان اسمه ياسين باشا. المصانع بتاعته موجودة في شكرا خيمة، ما زالت إلى الآن اسمها مصانع ياسين للزجاج. طبعًا تم تأميمه، وبعد كده في بقى بعض الشركات طلعت قطاع خاص، في كتير في السوق، كليوباترا والجوهرة واللواء للإزاز ومصانع كتير. المشكلة عندهم في مصانع الإزاز في مصر كلها هي تكلفة الاستنباط. بتواجههم هذه المشكلة وده شغلكم. تكلفة الاستنباط بتيجي من حاجتين، إن هي مصنعة من ستانلس ستيل مخصوص من 430 أو 437 ستانلس ستيل، ما بتنزلش ستانلس ستيل. الماشيننج بتاعه صعب فبيتطلب سي إن سي ماشين. فماشيننج بتاعه صعب والماتيريال غالي. بيجيبوه من بيستوردوه من ألمانيا أو من دلوقتي بيجيبوه من الصين. قال سالتهم قال لي ان تكلفه السي ان سي ماشيننج هنا يعني لما حاولوا يصنعها في مصر لا اغلى فبيجيبها من الصين ارخص ليه، بس هو مش فاهم ان هو على لون برايفت مش هتبقى ارخص. عارفين سياسه الابراج؟
ما بتدرسوش اقتصاد صح؟ الهندسه اقتصاد، ده اللي انا الصين عايزه تقفل المصانع بتاعتنا زي ما عملوا شركات القطاع العام. بيعملوا ايه؟ نزلوا المنتج بسعر ارخص بيسموه براك، يعني بينزلوا بيبيعوا باقل من الثمن، بيسموه الناس الكبار سعر محروق. سعر محروق يعني عربيه تكلفتها 10,000 دولار وانا ببيعها لك بسته، لغايه ما المصنع بتاعك يقفل ويقفل والموديل اللي كان بينتجه يبدا يتقاضم. ابدا انا اعمل ايه بقى؟ ارفع سياسه اليهود. يعني نزل قرية اشترى كل الفنادق اللي فيها الاول لعرض سعر كبير، وبعد كده هو اتحكم في سعر الطماطم. يبقى اقرا الكتب دي هتفهموا هنا حاجات كتير. ليه الطفله لما بتاخد، انا بسال السؤال قبل ما اشرح عشان محدش يتخبط، ليه الطفله لما بتاخد اللي بنعمل منها الغلال، بنعمل منها الزير، بنعمل منها البلاطه بتاعت الفرن البلدي، بنعمل منها الطوب، ليه لما بتاخد ميه بتنفش ولما بتنشف منها الميه بتنكمش؟ عشان اللي هندرسه دلوقتي حاجه اسمها لاير سيليكيت. اللاير سيليكيت عباره عن لايرز من الالومنيوم اوكسايد وعلى او السيليكا اوكسايد، وبين منها في مجموعه الهيدروكسايد اللي هي الميه. فلما بتدخل مجموعه الميه في المسافات بين الالومنيوم اوكسايد او السيليكا اوكسايد، مجموعه الميه بتدخل هنا او مجموعه الميه بتدخل هنا، فبتؤدي لزياده في الحجم بتاع اللاير سيليكيتس دي. بنفس الوقت لو انا سحبت منها الميه عن طريق ان انا بسيبها ناتشرال دراي، يعني مراحل تصنيع الطوب عباره عن ايه؟ بخلط الطفله بالميه، بعمل بعد كده اصب الطوب في اوائل، وبعدين في ناتشرال دراي بسيبه ينشف في ايه؟ في الجو. عشان كده سعر الطوب بيعلى فين؟ في الشتاء ولا في الصيف؟ ده انتوا خبراء، هتطلعوا على مين؟ لما تسيبوه ينشف الاول وبعدين يتحرق. طب حد يقدر يجاوب لو اتحرق على طول من غير ما تسيبه ينشف هيحصل ايه؟ هيتكسر، هيكرر، هيشرخ. لانك بتعمل له صادق دراين الفوليوم كبير قوي، تنزله الفوليوم صغير. فلما بتسيبه يحصل له ناتشرال دراين بطبيعته، الفوليوم بتاعه بيقل بشويش، الريت قليل، بعد كده بيطلع حريق. طيب الناس بتوع الجرافيت والنانو كاربون تيوبز مصدعين دلوقتي مش فاهمين الكريستال ستراكشر بتاع الكلام ده ايه. نبدا بالجرافيت. الكربون ليه كذا كريستال ستراكشر، منهم الدايموند اعلى ماده في الهاردنس على مستوى العالم، ممكن تقطع اي حاجه، هي الدايموند اساسها كربون، موجوده في جنوب افريقيا بكميات كبيره. عشان كده انجلترا كانت بتحب جنوب افريقيا، راحت قعدت هناك عشان تاخد الغاز بتاعها. الجرافيت نبدا بالفورم الاولاني اللي هو الجرافيت. الجرافيت عباره عن الواح متوازيه من هيكساجونال كاربون اتومز. كاربون اتومز واخد هيكساجونال ستراكشر والالواح دي متوازيه فيه. الفاندر فيلز فورس بين اللايرز ضعيفه جدا. القوه بين اللايرز دي ولا هي ايونيك ولا هي كوفيلنت. لكن فاندر فيل، واحنا عارفين فاندر فيل ده اسمه مرتبط بذهننا بايه؟ بالغازات. فهي فيري ويك بوند. فالخاصيه دي بقى خلتني استخدمه في ايه؟ في الهيفي لود لوبريكيشن، الكباري الستيل. الكوبري يهمني ان البلاطات بتاعت الكوبري تكون حره الحركه. ليه حد يقدر يقول من الاطراف تكون حره؟ ليه؟ عشان اسمح بالتمدد والانكماش نتيجه الاحمال ونتيجه التغير في درجات الحراره. فبحطها على رولر بيرنج. الرولر بيرنج لو ما اتشحمتش الكوبري بيعمل صوت لما العربيات تعدي عليه، بتتشحم بايه؟ مش هينفع فيها الزيت، ما ينفعهاش غير الجرافيت. لسببين، عشان الكريستال ستراكشر بتاعه ده بيسمح بالانزلاق، والميلتنج بوينت بتاعته عاليه جدا 2500، فبتشحمه تنساه. اوكي؟ طيب النانو تيوبز بقى، والناس اللي عماله تعمل ماجستير ودكتوراه كله بيخلع دلوقتي في الفلورين وفي الكربون نانو تيوبز، الاثنين موجودين في نفس السلايد. الفلورين عباره عن كلاستر، سبيريكال كلاستر من الكربون اللي على الشمال دي كوره، كوره من شايفين توزيع الكربون اتومز فيها 60 كربون اتوم، بس لازم يكونوا بالشكل ده. الفلورين ده يا شباب بيدي سترينس لامدع حجمه بالكوبري، ارقام في السترينس ما حدش يتخيلها. يعني يديك يد سترينس 3400 ميجا باسكال، اكتر من كده بكتير كمان. طب الكربون اتوم عباره عن ايه؟
الكربون نانو تيوب عباره عن شيت من الجرافيت اللي احنا لسه لابسينه اللي هو هيكساجونال، بس انا لفيته على شكل تيوب. ليه تكنيك في التصنيع، وبجيب له في الاطراف الطرف من الناحيه دي والطرف من الناحيه دي كل طرف فيه نص كوره، نص كوره من دي اصبح هو ده الكربون نانو تيوب، بيديك استرنس برضه الطعام. الكلام ده بقى داخل في الابلكيشن كلها بتاعت الايرو سبيس. انتوا عارفين كمان الكربون فيه خاصيه، او الجرافيت فيه خاصيه ايه؟ في خاصيه احنا نسينا نقولها مهمه جدا، اذا تدخلوا بقى في الابلكيشن بتاعت ال اعلى افرش وكوندكتيفيتي على الاطلاق، توصيلات كهربائيه بتاعته اعلى من النحاس. اوكي؟ كده لسه بنتكلم، ده يعتبر نوع من انواع السيراميكس يعني. اه كل ده في السيراميكس ده التعقيد. هل ده كده ده يعتبر سبلايل ولا يعتبر بريتل ولا يعتبر اللي هو النام؟ لا انت لما بتنزل لحاجه للنانو سايز بتحصل على سترينث عالي وفي نفس الوقت الدربيلتي ما بتفقدهاش قوي، بس طبعا الدربيلتي بتقل. هي التكنولوجيا بتاعت النانو كلها بتعتمد على ان هو بيزود السيرفس يعني بيزود المساحه السطحيه. ليه؟ لان انا لو عندي مثلا مكعب، المكعب ده 1 سم في 1 سم في 1 سم، المساحه السطحيه بتاعته هتبقى كام؟ 1 في 6 اللي هم 6 سنتيمتر مربع. طب هات المكعب ده وقسمه لمكعبات اصغر واصغر واصغر، هتلاقي ان السيرفس اريا عماله بتزيد. فالميكانيزم كله بتاع النانو ماتيريال ان هو بيزود السيرفس اريا. هديكم محاضره عن النانو ماتيريال اذا طبقت ورقه، احنا هندخل السكاشن على فكره. هناخد منكم السكاشن، الدكتور ايهاب ده انا هناخد شويه سكاشن. هنعمل ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ نشرح فيها. تعرف على الدور العيوب اللي موجوده في المعادن ما كناش نعرف تشكلها؟ لو المعجن بيرفكت كريستال ما فيهوش اي عيوب كانت عمليه الماشينج بتاعته تبقى مستحيله. نفس الحكايه في السيراميكس، السيراميكس فيها بعض العيوب، العيوب هي اللي بتمكنني ان انا اعرف اتعامل مع هذه السيراميكس على الاقل في الماشينج. طبعا الماشينج بتاعها صعب، عشان كده يفضل ان هي تتعامل بالباودر ميتالرجي او تتعامل بالطريقه بتاعت الجرايند وبعدين فايرنج، لكن ان انت تعمل لها ماشينج وهي الهاردنس العاليه والبريتنس العاليه دي عمليه صعبه. فالعيوب في فيكنسز كلنا عارفين الفيكنسز، اتوم او ايون. احنا بنتكلم بقى هنا دايما عن ايونات يا شباب، في المعادن كنا بنتكلم عن ذرات اتومز، هنا بنتكلم عن ايونات. في ايونز مش موجوده في مكانها، دي الفيكنسز. الانترستيشال، الانترستيشال ممكن يكون الانترستيشال ده عباره عن كاتيون يعني ايون موجب، وممكن يكون ايون ساب. طب ايه مجموعه العيوب اللي موجوده؟ اتسمت بتسميه العلماء اللي اكتشفوها. فالعالم الاول كان اسمه فرينكل ديفكت. فرينكل ديفكت قال ان الديفكت بتاعه عباره عن ايون موجب هيسيب مكانه الناس اللي بتتكلم وهيروح في انترستيشال سايت. الايون ده ساب مكانه وراح في انترستيشال سايت. ما يقدرش يخرج بين اللاتس ديت او مجموعه الاستراكشر ده ليه؟ للحفاظ على النيوترال، لازم تحافظ على النيوترال حتى في حالة الديفكت. في واحد بعديه اسمه شوتكي ديفكت اكتشف ان في 1 ايون موجب و1 ايون سالب الاثنين ميسنج سابوا مكانهم. ده سماهم شوتكي برضه. لو تلاحظ الشحنه هتفضل ايه؟ متعادله. الديفكتس بتتناسب مع درجه الحراره بمعادله اسمها ارهينيس ايكويشن اللي انتم عارفينها المشهوره دي اللي هي اكسبوننشال ماينس كيو على ار تي. خدتوها في الديفيوشن. دكتور يا لسه ماضي الاثنين ها؟ تأثيره على الشحنة بيخليها نيوترا، لكن في بعض الأحيان بقدر يعني أقدر أتعامل معاها في عملية التشكيل أقدر أشكلها. مين اللي عايز يسأل؟ قول. هو إزاي الكربون يا دكتور بيوصل أكتر من الجرافيت؟ الجرافيت التوصيلات الكهربية بتاعته عالية. فاكر البشرة بتاع العربية قبل كده؟ عارف الشربون؟ جوه البطاريه ليه؟ عشان التوصيلات الكهربائيه بتاعته عاليه. ليه ما حطش ليه ما حطش نحاس؟ لا الجرافيت توصيلات الكهربائيه بتاعته عاليه، والشربون اللي هو بيوصل الكونتاكت بين الروتر اللي بيلف بتاع المارش الستارتر بتاع العربيه بيبقى مصنوع من الجرافيت وعليه شويه نحاس. مدى صحه حكايه
توصيلات كهربيه، توصيلات كهربيه بتاعه الجرافين والكلورين اعلى بكتير من النحاس نتيجه الاستراكشر الجديد اللي اتعمل. لان الجرافين ليه اكتر من فورم. على فكره الاستراكشر بتاع الدايموند برضه كربون، بس ليه استراكشر خاص بيه اسمه دايموند استراكشر. الجرافين ده اللي الجرافيت اللي هو الهكسجين. لو جرافين بقى وفلورين، فلورين اللي هي الكور. الجرافين نانو تيوب اللي هي عباره عن تيوب ونص كوره من الحاله ونص كوره من الحاله. دي الناس بتوع النانو ماتيريال شغالين فيها. الدكتور صابور هيدرس لكم، شغال في الدكتوراه بتاعته كان في الجرافين في الفلورين. في الفلورين اسمه صابور، اسمه عربي ما تسمعوش قبل كده. موجود مره بس في مصر، اسمه ميكانيكا عند الحاله. مادتين هيجيبوا فيها اناليسيس في سنه 14 سنين. مش انتوا هتتفرجوا على الكوره مش هيجيبوا. الامبرفكشن السيراميكس او العيوب السيراميكس لازم تخلي التشارج بالانس زي ما هو. اخر نقطه الناس اللي بتتكلم، النقطه دي هتلاقيها متكرسلي ليكم. ده فيز جرام بتاع المغنيسيوم اوكسايد مع الالومنيوم. الومنا اللي هي الالومنيوم اوكسيد. زي ما انتم شايفين هنا الفيز دايجرام في المعادن كنا بنتعامل مع ايه؟ مع عناصر، لكن دلوقتي بتعامل مع مركبات. المركب ده اوكسيد والمركب ده اوكسيد. حد يقول لي يا دكتور ايه الفيز دايجرام المعقد ده احنا هنستفيد منه ايه؟ افرض انا بقول لك عايز اللي انتم شايفينه قدامكم ده اكاسيد قاعديه الاثنين. الالومنا ساعات بيقولوا عليه امفوتيريك يعني متردد يعني اشتغل، بس هو غالبا بيزك. الام جي او ده بيزك، بيزك يعني قاعدة وتصير قاعدة. لو قلت لك انا عايز بيزك لاير لايننج يعني فور بطاله ودرجه الحراره هتكون عند 1800 درجه مئويه او بلاش خليها 2000 عشان هيبقى هو تركيب كيميائي واحد من الاسعار. عايز لايننج من الفيس دايجرام ده تشتغل عند 2000 بحيث ما يحصلهاش انصهار. معنى كده ان انت لازم تخش على الفيس دايجرام لو تختار تركيب كيميائي بين ام جي او وبين الالومنيوم اوكسايد بحيث ما يبقاش عند 1800 في ليكويد فيس. الناس اللي بتتكلم فده هيتحقق عند 2000 درجه مئويه لتركيب كيميائي وحيد. هاجي عند 2000 وهمشي خط اوفر كده بس المنطقه دي انزل بخط راسي هتبقى تقريبا حوالي 72% الومنا هي اللي هتحقق ال 2000 درجه مئويه. هي الوحيده. حد عارف هي الوحيده ايه؟ لو خدت هنا هيبقى في ايه؟ ليكويد. طب وهنا؟ طب هنا؟ وهنا؟ الناس اللي بتتكلم فين في حاجه؟ ايه؟ لا الشمال خالص دوت ان جي او و 0% 100% ان جي او ممكن يبقى اختيار صحيح ولكنه مكلف. الالومنا ارخص بكتير قوي من اكسيد المغنيسيوم. طيب الميكانيكا الروبوتس بتاع السيراميكس قلنا ان هي بيري بريتل. حد عارف السيراميكس بيري بريتل ايه؟ طب حد عارف المعادن الدكتايل ليه؟ من سنه اولى المعادن الدكتايل اللي فيها سليب سيستم. فاكرين السليب سيستم اللي كلكم كنتوا بتسالوا عليه؟ السليب سيستم هو البلان حاصل ضرب البلان اللي فيها اعلى اتوميك دينستي فحاصل ضرب الاتجاه اللي فيه اعلى اتوميك دينستي. يعني لازم اتحرك عليه بسهوله. كنت بشرحهولكم دايما بالمضرب مليان كور والكور دي فيري كلوز او متقاربه من بعضيها وبحرك عليها قضيب فحركته بتبقى سهله. لو جبت نفس المدرج بس الكور متباعده وبحرك عليها القضيب هتبقى حركه القضيب اصعب ولا اسهل؟ اصعب. فالبلان اللي فيه اتومز كتيره الحركه عليه سهله هو ده بيسموه سليب بلان. والدايركشن اللي فيه اتومز كتيره هو ده بيسموه السليب دايركشن لان فيه اتومز كتيره اقدر اتحرك عليها. السليب سيستم في السيراميكس مش موجود. طيب انا قلت لكم كذا مره الديفورميشن شبهه ايه في المعادن؟ ان انا بعرف اشكل المعادن. ايه اللي بيتحرك؟ حركه الديسلوكيشن. حركة الديسلوكيشن هنا صعبة جدا نتيجة اختلاف الشحنة. طبعا لو الشحنة ايونز سالب هو اللي بيتحرك هيتحرك في خلال ايونات سالبة هتبقى حركته صعبة جدا. ليه؟
لان في ترافق بين الايونات اللي هي نفس السايت نفس التشارج، فبالتالي الحركه بتاعت الديسلوكيشن صعبه والسليب بلان قليله جدا، فالسيراميكس الميكانيزم بتاع الديفورميشن بتاعها يكاد ينعدم. فالحل الوحيد ان انا اعمل لها كاركترايزيشن كميكانيكال بروبرتيز ان انا بعمل حاجه اسمها 3 بوينت بيندنج تيست، هو مرسوم قدامك يا جماعه بيتعمل على اليونيفرسال تيستنج ماشين اللي موجوده في معمل الاختبارات الميكانيكيه العالي. بثبت العينه من الطرفين وبنزل باللود بتاعي في النص وبقيس الميد بوينت ديفليكشن، بيسموه الديفليكشن عند المنتصف. عن طريق الديفليكشن عند المنتصف بقدر اعرف او احسب الفورس على الديفليكشن، بجيب السلوب اللي هو بيسموه الالاستيك مودولس، بس قبل ما تسميه الاستيك مودولس لان الالاستيك مودولس الناس ممكن تفهمه يالكو مودولس، هو الفليكشنال الاستيك مودولس اللي هو الاي هتساوي الاف على الدلتا ال كيوب على 4 اي دي كيوب، ليها علاقه بالانرشيا ازاي بنحول البندنج مومنت لسيجما، سيجما بتساوي ام اف سي على ار. فهي المعادله جايه من هنا ان ادي المعادله طبعا على الار الانرشيا هتعتمد على الكروس سكشن هو ريكتانجلر ولا دائري، فالمعادله بتاعت الريكتانجلر كروس سكشن مختلفه عن المعادله بتاعت الدائري. طبعا دوت ليه معادله وده ليه معادله، تقدر تحسب الالاستيك مودولس ديو تو فليكشر لودينج. ده الفليكشر اكسبيرينس اللي هو حاصل بقى بدل تضرب اليانج مودولس هتضربه في ايه؟ في الفورس في السيجما، فانت تقدر تحسب سوري هتضربه في الديفليكشن، تقدر تحسب السيجما في اليانج مودولس في الديفليكشن، فهتقدر تحسب الفلكشر اكسبيرينس. طبعا ليها علاقه بالكروس فريكشن، الريكتانجلر ليها معادله والسيركلر ليها معادله، وهنا بديك بعض الامثله على ماتيريال كتيره والاسترينس بتاعها واليانج مودولس بتاعها. بس خلي بالك بقى اليانج مودولس في ال 3 بوينت بيندنج تيست او الفليكشرال استرينس او فليكشرال يانج مودولس. القياس هو اقل واحد طبعا فيهم اللي هو السودا لاين 269 ميجا باسكال، هو المور جريد اللي هو اكتر حاجه بتضرب بيها الانسان في البريتل هي الازاز، بس هنشوف بعد كده ازاي بستخدمه بحيث ان انا اقلل البريتلنس. يعني زاد العربيات على سبيل المثال هينفع الشاب البريتلنس دي بيعملوا له معالجه حراريه. سالو الانفورميشن قد ايه؟ واحد اكثر الفيتشر في الميد بوينت هيبقى 1 مليون. في حد عنده اسئله؟ الراجل ده المحاضرات دي بتاعت الكتاب فدايما بيعمل سمري. السمري ان في حاجات طبعا هو مش كاتبها بس انا هبص لكم الموضوع بسرعه. السيراميكس عباره عن اكاسيت او كلوريدات او كلورايدز، ممكن يكون كمان اكتر من مركب اكتر من عنصر زي البريوم تايتينيت ثلاثه باريوم وتايتانيوم واكسجين. السيراميك لازم تكون التشارج عليها نيوترال، وقلنا ليه؟ الكاتيون هو الايون الموجب والانيون هو الايون السالب. السيراميكس فيها عيوب، لا الا فيكنسي لا الا انترستيشن لا الا عيوب نسبه الى العلماء اللي اكتشفوها اللي هو فرينكل وشورت، بشرط ان العيوب دي لازم تحافظ على النيوتراليتي او التعادل بتاع السيراميكس. السيراميكس فيها امبيورتيز او شوائب زي السبستيتيوشنال او انترستيشن، برضه شرط ان الشحنه تفضل متعادله. الاختبار الوحيد اللي اقدر اعمله للسيراميكس لان هي ميتل هو 3 بوينت بيندنج تيست، بطلع منه شكل البلاستيك ده محسوب امتى وده محسوب امتى عشان يبقى ساكت. يلا جاوب بقى ساعه وربع تتكلموا تقدروا تجاوبوا سؤال بسيط. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ اكيد اليد ده في الجزء الالاستيك. طب والتاني هيتقاس ازاي يا باشمهندس؟ قبل الكسر ولا بعد الكسر ولا عند الكسر؟ عندي الكسر. ففي ناس بتشتغل ايه؟
الجزء اللي لسك اول ما بيشيل الخمل اللي في المنتصف يرجع السيراميك لشكله الطبيعي تاني. ده حاجه خلاص. فهو واحد مني اللي يعني الجلاس ده هو يا دوبك الحاجه الوحيده اللي بيجي في اليانج مودلس بتاعها هو نفسه الالاستيك مودلس هو نفسه الفراكشر بتاع البرودكشن. لا فرق شطه السيراميكس. هو انتوا بتوع ميكانيكا ايه اللي يهمكم في السيراميكس اكتر، الاستراكشر والبروبرتيز ولا طرق التصنيع؟ التصنيع. المره الجايه هناخد طرق التصنيع بتاع السيراميكس. تحبوا تاخدوها دلوقتي في ربع ساعه؟ ما نجيش الاسبوع الجاي.